دعا البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية التي عقدت أعمالها في الرياض إلى المطالبة بملاحقة إسرائيل ومسؤوليها أمام الجنائية الدولية وتعليق عضويتها ومشاركتها في الأمم المتحدة وأجهزتها. كما دعا البيان الأمم المتحدة لاتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف النار في غزة والعمل على إنهاء التداعيات الكارثية في القطاع. البيان الختامي للقمة حذر من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة محملا إسرائيل مسؤولية فشل مفاوضات وقف النار. وفي الوقت الذي رحب فيه بيان القمة العربية الإسلامية بتشكيل التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، فإنه عبر كذلك عن دعم الجهود المصرية لتحقيق الوحدة الفلسطينية، مشددا على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. فقرة تتحدث عن التحرك أمام الجمعية العامة لتجميد عضوية إسرائيل. هذه خطوة، يعني أنا مش عاوز أبالغ، هي خطوة رئيسية في السعي إلى وضع الأمور في نصابها. إذا كانت إسرائيل قد حصلت على حق العضوية من قبل الجمعية العامة في عام 49 بالقرار 181، فاليوم المجموعة الإسلامية والمجموعة العربية منظمتين يتحركان أمام المجتمع الدولي، وأثق أن هناك الكثير من الدول سوف تؤيد فكرة تجميد العضوية. وهذا التجميد ليس بخاضع لرؤية مجلس الأمن. في قمة الرياض جاءت كلمات الزعماء العرب رافضة للاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وأدانت العمليات الإسرائيلية في لبنان، ولي العهد السعودي شدد على ضرورة وقف النار فورا في غزة ولبنان. تنعقد هذه القمة امتدادا للقمة المشتركة السابقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني الشقيق واتساع نطاق تلك الاعتداءات على الجمهورية اللبنانية الشقيقة. تجدد المملكة إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وراح ضحاياها أكثر من 150 ألف من الشهداء والمصابين والمفقودين، معظمهم من النساء والأطفال. ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادف لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة. ونعرب عن إدارتنا للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، ونرفض تهديد أمن لبنان واستقراره وانتهاك سلامته الإقليمية وتهجير مواطنيه، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية للعدوان الإسرائيلي المتواصل، وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده ستقف ضد جميع المخططات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. وباسم مصر أعلنها صراحة أننا سنقف ضد جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين أو نقلهم قسريا أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة، وهو أمر لن نقبل به تحت أي ظرف من الظروف. كما دان البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية في الرياض بشدة العدوان الإسرائيلي على لبنان، داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار فيه، وشدد على أهمية دعم الجيش والمؤسسات اللبنانية في ممارسة سلطتها. وأكد البيان على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة استنادا للدستور وتنفيذ اتفاق الطائف. كذلك دانت مسودة القمة العدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا، مؤكدة على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية. في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وتوسع نطاق تلك العمليات العسكرية للجمهورية اللبنانية،
تأتي هذه القمة تأكيداً لرغبة دولنا العربية والإسلامية الصادقة في استكمال جهودنا المبذولة الرامية إلى تهدئة التوترات في المنطقة والعمل على خفض التصعيد ولوضع حد للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ودعم حل الدولتين باعتبار السبيل الأوحد لتحقيق حل عادل ودائم يرسخ السلام في المنطقة. يجب أن لا نسمح للمجتمع الدولي أن يحاول التغاضي عن الجرائم الإسرائيلية ويحاول التركيز على أمور ليست بأساسية ويحاول أن يبرر الصمت بأي شكل من الأشكال. قرارات الجامعة العربية تطالب منذ زمن بحماية دولية للفلسطينيين، ولا شك أن أسرع طريق لحماية الفلسطينيين ولي إحقاق حقهم ويعني أيضا حماية الأمن والسلم هو قرار أممي يفرض وقف إطلاق نار، وإذا كان هناك قوات دولية فهذا لا بد أن يكون بالتأكيد بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، ولا بد أن يكون ليس في غزة بل يكون في غزة والضفة الغربية، لأن الفلسطينيون في الضفة الغربية أيضا يحتاجون حماية لأنهم يتعرضون باستمرار لاعتداءات من المتطرفين الإسرائيليين وأيضا من القوات الأمنية الإسرائيلية. فيما اعتبر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف في كلمة ألقاها خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض، اعتبر أن العالم ينتظر من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنهاء حروب إسرائيل مع حماس وحزب الله على الفور. الحكومة الأمريكية هي الداعم الرئيسي لتصرفات النظام الإسرائيلي. إن العالم ينتظر وعود الإدارة الأمريكية الجديدة بوقف الحرب فورا ضد الأبرياء في غزة ولبنان. وحصلت الحدث على صور حصرية لتوقيع كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية والإشادة بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة حيالها.